انك انسانه محظوظه وانك عشت اشياء انا شخصيا بتمنى لو عشتها. بتمنى لو رحت عشت بنيويورك بكل الخرى اللي عشتي، يعني ما عم اقول لك انه واو هيك، لا. بس انا شخصيا الاشياء اللي عملتيها بالحياه بتمنى لو انا بتزبط معي وبعملها. فمن هالناحيه انت محظوظه، وما يعني ما بتعرفي قديش انت محظوظه. من ناحيه انك تركتي هالمدينه وعملتي اشياء تانية. الشيء الثاني، النقطه اللي بحب اقولها، اللي هي موجوده عندك وموجوده عند كثير عالم بيرجعوا لهالمدينه، اللي هي العلاقات الانسانيه الموجوده بهيدي المدينه. انت ما عندك اصدقاء بهالمدينه، انت هلا مفكره انه عندك اصدقاء بهالمدينه، انما ما عندك اصدقاء بهالمدينه. وهلا هذا الشيء مش غلط، يعني مش غلط انه الواحد ما يكون عنده اصدقاء. بس انت هلا بتنزلي على القهوه بتلتقي ب 100 حدا هن اصدقائك، اعزميهم على عرسك، مش طلبي منهم خدمة، مش انه شيء، مش تكلفيهم بشيء، لا بالعكس، قولي لهم انا بدي اتجوز، تعوا let's have fun together. من هالمية قديش بيجي؟ بيجوا ثلاثة. بيجوا ثلاثة، وثلاثة لأنهم مستحيين يقولوا لك لا. يمكن في واحد منهم فعلا بحب انه يكون موجود، وفي اثنين لأن مستحيين يقولوا لك انه ما قلنا جلادة. هلا بتمنى ان يكون على خطأ، بس هيدا عم بحكي انا كتجربتي بهال مع هالمدينة المدينه ومع سكان هيدي المدينه.